السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر تيمي متفرج على قناة بيم أرابيا. عايزين نشوف ازاي نحط شجر ونشجر الموقع في الفيكتور وركس. لو انا عندي لاندسكيب وعايز ابدا احط اشجار، فباجي هنا في الفيزواليزيشن واقول له انا عايز اضيف بلانت، فهو بقى بيبدا يجيب لي انواع كتيرة من الشجر، بتبدا تختار الشجر اللي انت عايزها، هو بيبدا يحملها ويعمل لها داونلود. فمحتاج يكون عندك انترنت كويس. دي شجرة اهيت خلاص اتحملت، فسهل تحط عدد كبير من الشجر. تقدر تعمل سيلكت وتعدل بعض التعديلات، زي مثلا تعمل لها موف، ممكن نختار شجرة تانية. في بعض الأشجار بيبقى صغير وفي بعض الأشجار بيبقى كبير. ممكن نقول له احنا عايزين مثلا حاجة حلوة دوت اهوت،